لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نتعلم معا اليوم درس جديد بمادة الرياضيات، الدرس بعنوان المثلثات، ومعكم اليوم الأستاذ رجب السيد. درسنا اليوم بالفصل التاسع الدرس الثالث المثلثات. هيا يا أبطال معا نفتح الكتاب على صفحة 146. كما تعودنا في جميع الدروس يكون لدينا مجموعة من الأهداف. أهداف درسنا اليوم بإذن الله تعالى في نهاية الدرس نكون قادرين على تصنيف المثلث حسب زواياه، وأيضا تصنيف المثلث حسب أضلاعه، وأخيرا إيجاد قياسات زوايا المثلث. وفي كل درس يكون لدينا مفردات جديدة. مفردات درسنا اليوم هي: أولا مثلث حاد الزوايا، مثلث قائم الزاوية، مثلث منفرج الزاوية، ثم مثلث مختلف الأضلاع، مثلث متطابق الأضلاع، ومثلث متطابق الضلعين. وأخيرا لدينا تعريف القطع المستقيمة والقطع المستقيمة المتطابقة. نبدأ معا سريعا تصنيف المثلثات وفق زواياها. يصنف المثلث حسب زواياه إلى ثلاثة أصناف. إذا كانت جميع الزوايا حادة يسمى مثلث حاد الزوايا. ما معنى الزاوية الحادة؟ ومتى تكون الزاوية حادة؟ الزاوية الحادة هي الزاوية التي قياسها أكبر من 0 درجة وأقل من 90 درجة. مثلا زاوية قياسها 62 درجة، إذن هي زاوية حادة. طبعا كما تعلمون أن المثلث له 3 زوايا، وأيضا في كل مثلث يوجد على الأقل زاويتين حادتين. في كل مثلث يوجد على الأقل زاويتين حادتين. أما إذا كان 3 زوايا كلهم زوايا حادة يسمى المثلث حاد الزوايا. الصنف الثاني، إذا كان المثلث يحتوي على زاوية قائمة. هذه العلامة علامة الزاوية القائمة، أو يكتب 90 درجة، لأن الزاوية القائمة تساوي 90 درجة. فإذا كان مثلث يحتوي زاوية قياسها 90 درجة أو قائمة، يصنف المثلث أنه مثلث قائم الزاوية. وإذا كان المثلث يحتوي على زاوية منفرجة يسمى المثلث مثلث منفرج الزاوية. نتذكر معا أن الزاوية المنفرجة هي الزاوية التي قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة.
أكبر من 90 وأقل من 180، مثل 120، 95، هذه زاوية منفرجة. المثلث الذي يوجد به زاوية منفرجة يسمى أو يصنف مثلث منفرج الزاوية. تعالوا معي الآن لنأخذ مثالان على تصنيف المثلثات بحسب زواياها. صنف كلا من المثلثين الآتيين إلى حاد الزوايا أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية. المثال الأول، المثلث به ثلاثة زوايا، زاوية منهم 40 درجة، هذه زاوية حادة، وزاوية أخرى 45 درجة، أيضا زاوية حادة، وتوجد زاوية اللي هي الزاوية الثالثة عبارة عن 95 درجة. انتبه معي أن الزاوية 95 درجة أكبر من 90، ومعنى أنها أكبر من 90 أنها زاوية منفرجة. الزاوية التي قياسها 95 درجة زاوية منفرجة، ومنها فإن المثلث منفرج الزاوية. إذا وجدت زاوية واحدة منفرجة نقول أن المثلث منفرج الزاوية. ولا تنسى الملاحظة التي ذكرناها منذ قليل، أن كل مثلث يحتوي على الأقل زاويتين حادتين، والزاوية الثالثة هي التي تحدد هل هو قائم أم منفرج أم حاد. مثال آخر، مثال اثنين، المثلث ثلاثة زوايا، الزاوية الأولى 63 درجة يعني أقل من 90، وبالتالي فهي زاوية حادة، والزاوية الثانية 57 درجة أيضا أقل من 90، زاوية حادة، والزاوية الثالثة عبارة عن 60 درجة أيضا زاوية حادة. نلاحظ أن المثلث يحتوي على ثلاثة زوايا كلهم حادة، جميع زوايا هذا المثلث حادة، إذن يصنف المثلث أنه حاد الزوايا. معي الآن في تحقق من فهمك صفحة 147. السؤال يقول: صنف كلا من المثلثين الآتيين إلى حاد الزوايا أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية. نلاحظ في المثلث الذي أمامي زاوية 40 درجة، وزاوية 30 درجة، وزاوية 110 درجة. الزاوية 110 درجة زاوية منفرجة، لذلك فإن المثلث منفرج الزاوية. المثال أو السؤال الثاني عليك أن تقوم بإجابته بمفردك. حاول في هذا المثال: ثلاثة زوايا، 55 درجة، 35 درجة، وهذه العلامة علامة الزاوية القائمة، وبالتالي فإن المثلث قائم الزاوية. الآن ننتقل إلى تعريف القطعة المستقيمة. المثلث يا أبطال يتكون من ثلاثة زوايا وثلاثة أضلاع، كل ضلع من أضلاعه يعد قطعة مستقيمة. وإذا كانت القطعة المستقيمة متساوية في الطول فإنها تسمى قطع مستقيمة متطابقة. إذن القطعة المستقيمة المتطابقة هي قطعة مستقيمة لها نفس الطول، بمعنى إذا كان لدينا قطعتين كل منهما طوله 4 سنتيمتر، القطعة الأولى 4 سنتيمتر والقطعة الثانية 4 سنتيمتر، في هذه الحالة نقول أنها قطعة مستقيمة متطابقة. تصنيف المثلث وفق أضلاعه: المثلث ثلاثة أضلاع،
إذا كان الثلاثة أضلاع كلهم مختلفين، في هذه الحالة يصنف المثلث أنه مثلث مختلف الأضلاع، مختلف الأضلاع. وإذا كان المثلث فيه ضلعين فقط متطابقين، أي لهما نفس الطول، نقول أن المثلث متطابق الضلعين. نذكر هنا ملاحظة أن إذا كان المثلث متطابق الضلعين يكون علامة التطابق على ضلعين منهم، أي نفس العلامات، نفس العلامة على الضلع الأول والضلع الثاني، أو نفس الأرقام. إذا ممكن يكتب أرقام 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر، لدينا طريقتين، إما بالعلامات نفس العلامات، وإما يكتب الأطوال بالأرقام. المثلث المتطابق الأضلاع جميع أضلاعه متطابقة، لها نفس الطول أو نفس العلامات. تعال معي الآن لنأخذ مثالان على تصنيف المثلثات وفق أضلاعها. المثال الأول، السؤال يقول: صنف كل من المثلثين الآتيين إلى مختلف الأضلاع أو متطابق الضلعين أو متطابق الأضلاع. الأول، منذ قليل ذكرنا أنه إذا كان لهم أضلاع لها نفس العلامات فإنها أضلاع متطابقة. هذا المثلث الأمامي فيه ضلعين لهم نفس العلامات، بمعنى أنهم ضلعان متطابقان. إذن الحل أنه مثلث متطابق الضلعين، متطابق الضلعين. مثال آخر، في هذا المثال كتب لي على كل ضلع طوله بالأرقام 12 سنتيمتر 13 سنتيمتر 5 سنتيمتر. نلاحظ أن الأضلاع جميعها مختلفة، 5 تختلف عن 13 تختلف عن 12، الأضلاع مختلفة، ولذلك فإن المثلث مختلف الأضلاع. الآن في تحقق من فهمك، صفحة 148، صنف كل من المثلثين الآتيين إلى مختلف الأضلاع أو متطابق الضلعين أو متطابق الأضلاع. في هذا المثال ذكر لي أطوال الأضلاع بالأرقام 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر، إذن الأضلاع جميعها متطابقة، لذلك فإن المثلث متطابق الأضلاع. السؤال الثاني، أيضا ذكر لي أطوال أضلاع المثلث 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر 4.2 سنتيمتر. نلاحظ أن في هذا المثلث ضلعان لهما نفس الطول والضلع الثالث مختلف، لكن في ضلعان متطابقان 3 سنتيمتر و 3 سنتيمتر، إذن يسمى مثلث متطابق الضلعين. الحل مثلث متطابق الضلعين. ننتقل الآن إلى مجموع قياسات زوايا المثلث. المثلث له 3 زوايا. مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. أي مثلث مجموع قياسات زواياه الداخلية 180 درجة. زاوية س زائد عين زائد ص مجموعهم 180 درجة. وبالتالي في أي مثلث إذا أعطاني زاويتين وطلب مني إيجاد الزاوية الثالثة، نطرح من 180، نطرح من 180. تعال معي لنأخذ مثال على ذلك. أوجد قيمة س في علم دولة فلسطين المجاور. نلاحظ أن العلم به مثلث، في هذا المثلث 3 زوايا، أعطاني زاويتين 60 درجة و60 درجة، ويطلب مني إيجاد قيمة س. الحل نبدأ بمجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة، مجموعهم 180. س تساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين 60 زائد 60.
إذا جمعنا 60 + 60 يكون الناتج 120. إذا سين تساوي 180 - 120. 180 - 120 يعطيني 60 درجة. إذا سين تساوي 60. تعالوا معي الآن لنأخذ تحقق من فهمك. أوجد قيمة سين. المثلث الذي أمامي 3 زوايا، زاويتين معلومتين 84 و37، والزاوية الثالثة سين أي مجهولة، والمطلوب مني إيجاد قيمة سين. الحال كما ذكرنا منذ قليل أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة. سين تساوي 180 - 84 + 37. دائما تعود في حلك أن تقول 180 ناقص وتفتح قوس وتكتب الزاويتين بداخلهم 84 + 37. سين تساوي 180 - 121. من أين 121؟ مجموع 84 + 37. إذن سين تساوي 59 درجة. السؤال الثاني، زاوية 22 درجة، وزاوية بها هذه العلامة. هذه العلامة تدل على أن الزاوية قياسها 90 درجة. أحسنتم، والمطلوب مني إيجاد الزاوية الثالثة. الحل سين تساوي 180 ناقص، افتح قوس، 90 + 22. 90 لأن هذه العلامة علامة الزاوية القائمة بمعنى 90 درجة. أجمع 90 و22 يعطيني 112. إذن سين تساوي 180 ناقص 112. 180 ناقص 112 الناتج 68 درجة. إلى هنا نأتي إلى ختام درس اليوم. مراجعة سريعة على درس اليوم وماذا تعلمت اليوم. تعلمنا اليوم في درس المثلثات تصنيف المثلث حسب زواياه، وأيضا تعلمنا تصنيف المثلث حسب أضلاعه، وأخيرا إيجاد قياسات زوايا المثلث. نذكر منها تصنيف المثلث حسب زواياه، إما مثلث حاد الزوايا أو مثلث قائم الزاوية أو مثلث منفرج الزاوية، وتصنيف المثلث حسب أضلاعه، إما مثلث مختلف الأضلاع أو مثلث متطابق الضلعين أو مثلث متطابق الأضلاع. وفي إيجاد قياسات زوايا المثلث تعلمنا فيها معنى القطع المستقيمة ومتى تكون القطع المستقيمة متطابقة، وأيضا تعلمنا أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة. إلى هنا أبنائي طلاب الصف السادس، أشكركم على حسن استماعكم وتعاونكم معي وتفاعلكم في درس اليوم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.